بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة مع التحليل المالي. معكم عمرو الألفي، والنهاردة بنكمل كلامنا عن التحليل المالي أو التحليل الأساسي. زي ما قلنا قبل كده، التحليل المالي هو ليه اسم تاني وهو التحليل الأساسي Fundamental Analysis. الاسم يمكن جه من أيام التاريخ، ولكن أهمية التحليل المالي ظهرت مؤخرا طبعا أكتر كل ما بيكون في أزمات مالية وعالمية. يمكن إحنا الفترة اللي فاتت حصلت أزمات عالمية ومالية كتير خلت المستثمرين يهتموا بالتحليل الأساسي أو التحليل المالي. فلو إحنا بصينا في الفترة الأوان الأخيرة، طبعا أهم أزمة عالمية كلنا حصلناها طبعا كانت في 2008، دي كانت الجلوبال فاينانشال كرايسيس أو الاختصار بتاعها GFC. طبعا دي كانت سنة 2008، بس الأزمات بتحصل من وقت للتاني والتاريخ بيعيد نفسه زي ما احنا عارفين. ولكن لو رجعنا بالتاريخ ورا شوية، ممكن نرجع حوالي 10 سنين، سنة 1998، هتلاقي إن كان في برضه كرايسس، بس المستثمرين في العالم ما حسوش بيها قوي لأن الأزمة دي تم تداركها في بدايتها. الأزمة دي كانت زي ما بنقول عليها مشكلة لونج تيرم كابيتال مانجمنت. ايه حكاية لونج تيرم كابيتال مانجمنت؟ دي اختصارها LTCM. لونج تيرم كابيتال مانجمنت باختصار زي ما احنا شايفين هنا، ده كان يعتبر هيدج فاند. هيدج فاند كان بيستثمر فلوسه المفروض في استثمارات بنسميها استثمارات بديلة. لونج تيرم كابيتال مانجمنت بيستثمر في اي استثمار زي الديريفاتيفز، مشتقات، ممكن يشتري برضو اي انواع مختلفه من فئات الاصول. ولكن مشكله لونج تيرم كابيتال مانجمنت ان هم وثقوا زياده عن اللزوم في الاستثمار بتاعهم او طريقه الاستثمار، او نقول المنهجيه اللي هي الميثودولوجي. الميثودولوجي بتاعت الهيدج فاند ان هو عندهم سيستم معين بيبصوا على بعض اللوغاريتمات علشان السيستم يقول لهم ايه اللي يشتروه وايه اللي يبيعوه. طب ايه اللي حصل؟ والله الاستثمار في هذا الصندوق، لو سميناه صندوق التحوط او الهيدج فاند، احنا كنا استثمرنا زي ما احنا شايفين كده ان الاستثمار بتاعنا ارتفع قوي في خلال وقت عدة سنوات، يمكن نتكلم على 3 سنين او تقريبا، ولكن وصل لغاية البيك. البيك دي كانت تقريبا عندنا في سنة 97-98. إيه اللي حصل؟ زي ما احنا شايفين في التشارت هنا، قيمة الاستثمار بتاعة الصندوق نزلت جامد جدا لدرجة إن هي يعني عملت انخفاض كبير جدا. بقى الاستثمار في الداو جونز أو في اليو اس تريجريز اللي هي سندات الخزانة الأمريكية كان هيبقى أحسن من لو أنا استثمرت في لونج تيرم كابيتال مانجمنت. اللي حصل هنا، بالرغم إن 2 من أعضاء مجلس إدارة في هذا الصندوق اللي هو لونج تيرم كابيتال مانجمنت كانوا حاصلين على جائزة نوبل للاقتصاد، اللي هم عملوا الفورمولا أو معادلة تقييم عقود الخيارات أو الأوبشنز برايسنج موديل اللي هم بتوع البلاك شول موديل. دول كانوا موجودين في أعضاء مجلس إدارة في الصندوق، ولكن ده ما شفعلهمش اللي حصل في الصندوق التحوط، وحصل انهيار كبير جدا زي ما احنا شايفين في الأسعار. الانهيار ده اللي حصل لان المستثمرين في هذا الصندوق او اللي هم مدير الاستثمار لهذا الصندوق كانوا بيعتقدوا ان ممكن يكسبوا باتجاه معين في اسواق المال، ولكن حصل عكس هذا الاتجاه، وبالتالي النقطه دي بقت البيك بتاعته، واضطر الصندوق ان هو يبيع استثماراته. ليه هيبيع استثماراته؟ لانه ببساطه خد او راهن على اتجاه معين في اسعار الاصول، حصل عكسه وبالتالي ابتدى يخسر كل الاستثمارات. ولكن ليه الأزمة دي ما حسيناش بيها بالرغم من الانهيار الكبير دوت؟ ما حسيناش بيها ببساطة لأن الحكومة الأمريكية تدخلت في هذا الوقت وعملت تصفية لوصول هذا الصندوق Long Term Capital Management، والتصفية دي كانت بطريقة بسيطة أو طريقة تدريجية، بحيث إن هو ما بيبقاش فيه بيع عشوائي في هذا العام 1998 من اصول لونج تيرم كابيتال مانجمنت، وبكده تم احتواء هذه الازمه. ولكن الازمات بتستمر من وقت للتاني، وزي ما احنا شفنا في 98 ازمه، كان قبلها بسنه 97 في ازمه برضو الاسواق الاسيويه، ومن
بعديها برضو حصل الأزمة بتاعت الديون الروسية، وزي ما احنا عارفين من 8 سنين فاتوا حصل برضو الأزمة العالمية. فالتاريخ هيعيد نفسه، ولكن يبقى التحليل الأساسي هو اللي ممكن يخلينا نعرف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، او على الاقل نكون بطريقة علمية اننا نتوقع ايه اللي ممكن يحصل عشان نتجنب هذه الأزمات. نلتقي ان شاء الله في حلقة جديدة ان شاء الله من التحليل الأساسي. معكم عمرو الألفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.